فيديو خطير جدا وخصو يتبارطاجا اكبر عدد ممكن، لان الامر كيخص الدراري صغار، كاين اللي عارف وكاين اللي ما عارفش. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا رسائل مخفيه في مسلسلات كرتونيه واللي كتسيء الى الاسلام والاديان. اول لقطه هي من مسلسل الكرتوني ريكي اند مورتي، واللي كيظهر فيها شخص كيغني. نسمعوا اشنو كان تيقول. كيف سمعتو كان كيقول انسى عيسى المسيح وانسى محمد وانسى كل الاديان. ندوزو اللقطة الثانية من مسلسل فاميلي جاي، وهذا المشهد خطير جدا. كنشوفو بنت حاصلة في الصف وكتقول ربي اقتلني الان. من بعد كنشوفو مشهد من السماء لشخص حامل في يدو سلاح وكان كيحاول يطلق عليها النار، ولكن سمح فيها من بعد ما جاء اتصال هاتفي. تخيلوا معايا المشهد كيصور الذات الالهية، استغفر الله العظيم. هنا كتبين لنا ان هناك مؤامرة هدفها هي القضاء على جميع الاديان وخاصة الاسلام، وكيركزوا على الدراري الصغار لانهم هم المستقبل. ما تنساوش لايك الخوت، تعليق زوين، وبارطاجيها مع صحابك.